نحن هنا في تجمع أمام المحكمة مطالبة بإطلاق سراح رفيق خليفة نعمان اللي تم اختطافه يوم الجمعة الفارط في سوسة وهو في طريق مروح ولجبنيانة، ومعنا تلفقت له زوج تهم. التهمة الأولى هي أحداث الظهور الأحداث الطلابية اللي شهدت مواجهات كبيرة ما بين اتحاد عام طلبة تونس وما بين أبناء الحي الشعبية ونظام بن علي في آخر أيامات 9 جانفي 2011، والتهمة الثانية متعلقة بالإرهاب. في الحقيقة معناها تمنع من أنه تشوفوا عائلته، تمنع من أنه تشوفوا محامين، مع الناس فكرة كبيرة على طبيعة التهم اللي تلفقت له. وتهمة الإرهاب بطبيعة معناها تهمة خطيرة ياسر، نعرف مليح الأحكام معناها ثقيلة جدا. هو مشي لتونس على أساس عنده ورقة مش يرجلها ويروح. كلمنا معناتها 9 متاع الليل، قال يا أم راني خذيت اللواج وراني جاي. مع برسك 7:30 وقت تكلمنا، قال لي 9:30 وراني نص لجبنيانة، وقعدنا معناتها نستناو فيه. صارت 9 خشاك، قلت لهم خوكم هو ما جاش. قالوا لي ياما مازال لعل معناتها هبط وهو سكر البورتابلي. قعدنا خويا نستناه وجي نصف الليل، جات ماري ساعة، جات الأربعة، ما عندناش من وقت اللي شدوه فكروا البورتابلي، لا كلمونا لا قالونا لا حتى شيء. قعدنا خايرين كي وقت اللي صار نصف النهار، عندنا واحد معناتها بوليس كلمناه، عطيني عطاو نمرو بطاقة التعريف واسمه، قال راه موجود في سوس. بايش سمعنا من وقتها قطعت الاخبار عليه، قطعت الاخبار عليه. نمشي ومشينا مركز شرطة جبنيانة، قال ما جانا شيء. وكل مرة يقولون كل مرة يقولون حولناها البلاصة، كل مرة يقولون حولوا البلاصة. وتو ما رينهوش عنا جمعة، ما رينهوش وما سمعناش عليه حتى شيء. خليفة نعمان مناضل في دار الحراك الاجتماعي، مناضل في صلب اتحاد الطلبة عام 2011، كان من الناشطين اللي خرجوا في المسيرات وخرجوا المسيرات تحت الإطاحة نظام بن علي. يتم إيقافه بطريقة يعني غريبة جدا، تذكرنا بسنوات القمع متاع وزارة الداخلية. يتم إيقافه من غير إعلام عائلته، ما يعرفوش وين تهز. اللي وقفوه بوليسية ولا شكور، لعل جهات أخرى إرهابية، لعل تنظيمات أخرى حاجتها بخليفة نعمان. علاش وقفوه بطريقة هذيك؟ لأنه اشتبه في علاقته مواطن أرجنتيني جاي في مهمة لتونس، تتمثل في أنه يحب يكتب كتاب تابع لدار نشر أجنبية تتحدث على الربيع العربي في دول البلدان العربي. هذا المواطن الأرجنتيني اتهموه بالإرهاب، بانتماء إلى جمعية أو جهة تنظيم إرهابي، فما تم ترحيله من غير ما نعرف الحيثيات. وإذا تم ترحيله يعني فماش أدلة قوية اللي هو ينتمي لتنظيم إرهابي. على خلفية علاقة خليفة نعمان بالسيد هذايا يتم إيقافه، والداخلية يعني كشرت عن أنيابها معناها بصورة واضحة بعد قضايا الشهداء وبعد الأزمة اللي تسبت فيها يعني الداخلية والجيش والتآمر على عائلات الشهداء وعلى دم الشهداء. اليوم تستهدف مباشرة وفي الوضوح القيادات والرموز الشبابية للحراك الثوري والحراك الاجتماعي. النيابة العمومية ما قصرتش، يعني أسرعت في النظر في الملف هذايا، وقررت الحفظ اليوم نتيجة لأنه الأدلة غير كافية لتوجيه مثل هذه التهم لخليفة نعمان. وعلى هذا الأساس خليفة نعمان اليوم يعني في حالة صراح، وما فماش حتى تتبع ضده. وحضروا الشباب اللي كان معناه موجود في الحراك الاجتماعي أنه ينتبه، من الممارسات القمعية والديكتاتورية متاع البوليسية، وزارة الداخلية رجعت تشتغل في العلن، كانت تشتغل يعني في هدوء وتحت الطاولة. اليوم خرجت للناس وبكل قوة بكل تعنت تقول لك راني أنا اللي نحكم، وما فماش قانون إلا قانوني أنا، لأنه يعني إيقافه من غير إعلام العائلة بتعلة أنه متهم بالإرهاب، هذا خرق كبير للإجراءات وحقه هو كمواطن. وبالتالي حذاري
من هذه الممارسات.